عندك مشكلة بظهرك وودك تسوي تمارين سكوات بس خايف ان ظهرك يعورك، هاعطيك بطريقة سكوات هي قديمة ومعروفة ولكن ما اشوف احد يسويها بالاندية، قلة جدا جدا من يسوي هذا التمرين اللي هو سكوات امامي. سكوات امامي ما راح ينحني ظهرك، ظهرك راح يكون سيده فبالتالي ما عندك مشكله في ظهرك. اذا تسوي سكوات خلفي تحط البار خلفك، خلف اذا كان قريب عند الرقبه فوق زين انحنائك بسيطه، بس اذا كان نازل تحت البار راح يكون انحنائك اكثر واكثر. فاذا تحط قدام هالصوب عندك هنا ما راح ينحني ظهرك، راح يكون سيده ومستقيم. فالطريقه بس بشكل سريع، توقف قدام بار وتاخذ لك بار تحطه على كتفك هالصوب معلق، ويدك هذا بس اساس تحمي نفسك والبار، ويدك كوعك يكون فوق ما يكون نازل تحت، تحت البار ما ينزل. تحطك شيء تحت، حطك شيء تحت مثل ما انا حاط هذه اساس انه لا تطيح ورا. بعض المدربين يقول لك لازم ريولك تكون قريبه من بعض، بعضهم يقول لك لا وسعها، بعضهم يقول لا حق السكوات العادي توسع، حق السكوات الامامي تقرب ريولك. انا اقول لا، الوضع اللي انت ترتاح له، انا ارتاح مثلا كذي اسوي كذي. زين انا فوق بهالطريقه انزل، ظهري دائما مستقيم وما راح ينحني، وهذا وايد ممتاز حق اللي عنده مشكله الظهر. انزل مقدار اللي اقدر عليه زين، واصعد مره ثانيه. زين ابدا بوزن خفيف ثم تطور بعد ذلك، حط الوزن اللي تبي طالما انك تحس انه ما في عوار عن ظهرك.